الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شافية المغربية لكم من السلام إن شاء الله بحول الله وقوته غد نحط واحد وصفة خاصة بالتابعة الناس اللي عندهم تابعة عندهم القرينة عندهم مشاكل في الأمور ديالهم أي حاجة حطوا فيها يديهم ما تتصدقش دي ما عندهم مشاكل دي ما عندهم ديما عندهم توابع تابعة لي عندهم تكونات من العين الحاقدة تتكون إنسان ما تحملكش تبقى تابعك تتكون تابعة أو تتكل تتكون من اللغط من الكلام الناس يهضروا بك في السوق ديما جايبينك في الفهم أو السحر السحر تتكون توا تابعة تولي تابعة تولي عارض تيوقف جميع الأحوال آه إن شاء الله بحول الله وقوته هذا الوصفة إن شاء الله آه الناس اللي عندهم تابعة غادي ياخدوا هاد المكونات يوم السبت غادي يديروا هذه الوصفه يوم السبت وصفه ديال السبت هذه باش تقطعي التابعه اللي ما عندوش يوم السبت ياخد يوم الاربعاء اللي ما عندوش يوم آه يوم الاربعاء ياخد يوم السبت هذو هما الاوقات اللي تيداروا فيها هاد الوصفات ديال التابعه باش نقطعوها ونحيوها اذا احبابي هذه وصفه ديال التابعه اما يوم الاربعاء واما يوم السبت غتحاولوا ان شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخذوا هذه المكونات اللي غادي نقطعوا بهم تابعة ان شاء الله غادي نعطيكم هاد الوصفه غادي ناخذوا حامضه كارمه راه تتباع عند العطار اللي ما عندوش حامضه كارمه يدير حامضه خضراء ليمونه هذه ليمونه الناس اللي بالدول العربيه يقولون لها الليمونه احنا نقولوا لها الحامضه غادي ان شاء الله ناخذ الملحة حبيبات عدنا الملح الصخريه عندنا القزبر عندنا الشبه عندنا الزعتر عندنا سرغينه سرغينه خطيره في خطيره في طرد التابعه ما نهضروش عليها غادي نديروها مع غادي نديرو نسحبو بها التابعة ولكن صغينا غادي نديرها في المكون اللي غادي نطبخو باش نعوم به ولكن هي غادي نتبخر بها لانني غادي نقرا عليها بوحدها بوحدها غادي نقرا عليها باش نتبخر بها باش نطرد التابعه هاد المكونات غادي ندير في الكسرون غادي نحط الملحة الصخرية غادي نحل نحط القزبر غادي نحط الشبة غادي نحط الزعتر الملحة إما حبيبات إما ديال الطعام غنسر غنحط واحد الكمية اللي غادي نتبخها مع هاد المكونات مع ليمونة غادي ان شاء الله ناخد واحد القسط ديال سرغينا هنقرأ عليه صورة الصفات كاملة وغادي نقرا عليها مية مرة يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار, قهار اقهر تابعتي يا قهار امنع تابعتي آه من ادائي يا قهار يا قهار يا قهار اقهر تابعتي اقهر التابعة اقهر التابعة آه ان شاء الله تمشي بحال سبيلها ان شاء الله وغادي ناخذ هاد المكونات اللي تبختهم غادي نطبخ هاد المكونات غادي نبقى نعوم نعوم بهم ثلاث ايام السبت والسبت والحد والاثنين يوم السبت والاحد ويوم الاثنين نوض باكرا اما نكون نصلي الصبح ولا نصلي الفجر ونعوم بهذا الماء باش نحيد عليه التابعة الناس اللي عندهم يوم الاربعاء نأخذ يوم الاربعاء يوم الخميس يوم الجمعة اذا تبدأ ديما ب اما بالاربعاء واما بدا بيوم السبت مده ثلاث ايام نعوم بهذا الماء نتبخو مزيان ونصفيه بدون قراءه بدون قراءه غادي نتبخو ونعوم به ومن الوقت اللي نكون نتسبح به في الدوش نقول اللهم اطرد عني التابعه اللهم اطرد عني التابعه من بعد ما نخرج من الدوش نقول اللهم طرد عني التابعة، لأن ممزيانش في الدوش تهضري بكلام فيه اسم الله، تقولي تا تخرجي من الدوش تكوني لابسة البينوار ديالك، تقولي اللهم طرد عني التابعة، نتبخر نكون أنا لابسة البينوار أو لابسة شي حاجة فضفاضة، ونتبخر بسرغينة، نتبخر بالسرغينة اللي قريت عليها. صورة الصافات كاملة ونقرأ مئة مرة يا قهار يا قهار يا قهار يا, قهار يا قهار تابعتي وطردها من جسدي لأن التابعة تتوقف الحال لا في المال لا في الصحة لا في الإنجاب لا في الأولاد لا في أي حاجة تتوقف الحال هي بعد الأحيان تقول لك إنسان أنا غادي وتنبيع في أموري تنبيع في حويجي بعد الاحيان تتبيعي حويجك السنسله الا كانت في العنق ديالك تتهزيها وتبيعيها تقدري اي حاجه ثمينه تخرجيها للبيع هذيك نوع من التابعه توقيف الحال من التابعه عندكم انسان تكون عنده شي حاجه ثمينه وتكسر هذيك من التابعه تابعه اي تابعه من الجن والإنس كاين بعض الاحيان يتبعك الانس اكثر من الجن اذا احبابي واحباب شافية المغربية لابد انكم تكونوا على يقين وتكونوا على طهارة في هذه الوصفة غادي الماء تاخدي من تبخوه في كاسرون كل صباح كل صباح نعوم بهذا الماء نخوي عليا نخوي داك الماء بلا صابون بلا شامبوان بلا حتى شي حاجه من راسي حتى رجليا حتى البنت الا كانت تصوب شعرها هذيك المده الزمنيه تحاول انها ما مت... تخوي على الشعر ديالها هاد الماء ديال الملحه الا كان ضرها الملحه في الشعر ديالها تعاود تشلل شعرها بماء باش ما يبقاش فيه الملحه شعرها فقط لان الملحه آه كي ما تيبغيش الملحه في الشعر ديالو ولكن الا كان يضرها تعاود تشلل بماء فاتر وتخلي الشيء الاخر تخليه على الجسد ديالها لان باش ترد مدة ثلاث ايام ترد تابعة تمشي بحال سبيلها لان الملحة في الجسد ديالها بحال تدير حصن حاصين تتحصنها من هادك سميتو من التابعة والبخور البخور غادي تبخر مدة ثلاث ايام دير مقلة او تحطها على فوق الغاز ولو تشم تشم غير الرائحة ديالها أو توخر المنديل ديال الشعر ديالها فيها كفاية الناس اللي الناس اللي غيديروا هاد الوصفة كل شي العائلة لشم سرغينه وكان عندهم توابع كلهم غادي يحسوا بالراحة وحسوا بأنهم فوريجات لأن تحسوا بشي حاجة نفسه لأن سرغينه كل شيء يبغيه تبغيها الصغير تبغيها الكبير سرغينة معروفة أنها جيدة في طرد التوابع تخدموا بها الناس بزاف اللي الترقات هذا تخدموا بسرغينة لأنها سرغينة جيدة في طرد كل اللي تتبخى وتشربها على السحر المأكول سرغينة جيدة في طرد بزاف العوارض من الجسد إذا نحن وصفة ديالنا ديال اليوم رائعة لطرد التابعة من الجسد حاولوا انكم ديروها بيقين ونيتكم حسنة الحاجة اللي نديرها ما نبقاش نبوح بها باش تكمل معايا لان اللي باح اللي باح بالامور ديالو الامور ديالو ما تتكملش اذا تنتوكل على الله ونستر اموري ونخلي اللي على الله على الله وربي غيجيب التيسير هاد الوصفه راه سريعه آه ان شاء الله غديروها وغادي تحسوا بالراحه اذا الى وصفه اخرى ان شاء الله